السلام عليكم، مرحبا بالناس اللهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين رسميا اعلان رسميا وليد صالي وين يقرر الترشح لعضوية الكاف في انتظار اعلان رسمي. صالي يقرر ترشح لعضوية الكاف، وقرر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صالي دخول معترك الانتخابات المقبلة للاتحاد الافريقي للعبة، يعني للعبة الكاف. يعني بعد شاهدنا كيفاش وين يعني استقالة السلماني يعني من الاتحاد الليبي لكرة القدم فيها بزاف صوالح، وكشفت مصادر مقربة من هيئة الكاف. حنا قبل ما نبداو ماذا بكم جماعة بارطاجوا لنا الفيديو، يعني بارطاجوا لي فيديو تاعنا، عطونا جيم كومونتير باش نسقطوا التبليغات برك على مكان. وين كشفت مصادر موثوقة مقربة من هيئة الكاف لموقع يعني أن وليد صالي قرر الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومن المرتقب أن يعلن رئيس الاتحاد الجزائري للعبة ترشحه لخوض معترك الانتخاب لعضوية الهيئة الكاف يوم الفاتح من نوفمبر المقبل وفق لما ورد في مصادر السابقة. وسيكون تاريخ 12 من شهر ذاته موعد لخلق أجل وضع ملفات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. إن شاء الله بربي نشوفوا باللي هذه هي البداية. ماشي قاعدين هنايا قاعدين يحطموا بعضهم بعض كما كان زاتشي قاعد هنا راسل. شوف حمد أحمد أقلع لي دوك، كان عندنا يا جماعة ماكش كان عندنا، واش كان عندنا؟ كان عندنا 12 رئيس هيئه، وكنتوا تكذبوا فيا. الحمد لله يا ربي كنتوا تكذبوا فيا ورادينا نكذبوا ورادينا. كنت نقول لكم فيها كان عندنا 64 موظف زائد 12 رئيس هيئه، كذبتونا. الحمد لله يا ربي نهار اللي خرج الوضاحي محمد الوضاحي هو مشكور، وين قالها لكم ديريكت هدرها، وزاد بوطاجين اهدرها، او بعد الدعوه انكشفت. ايوا كنا نقولوا لكم كنتو نتوما، كان يخرج هذاك بو كلبه نعقلو يخرج يولي يكذب فيا ديريكت. وانا نقول له يا ودي الوقت غادي وحدك انت زير روحك تبات في الشومبرا تاعك، ما تبات في لاكا، ريحه الكلاب فيك قالت لك هود، ذهبيه قالت لك فيك ريحه الكلاب هود، تاع كلب ريح هاك مشي مدوش هود بيت تحت. هذه هي باش يكون على بالكم هاد الناس هادو. الحمد لله ربي وين شاهدنا وين صادي وين حتى وين راسل، يعني وين الحاج محمد راهو روا في 2022 وين كان انتخابات تاع قلت لك 2022 نهاية 2020 وبداية 2021، وين الحاج راسل الاتحادية الجزائرية على رأسها صادي باش يعطيه تفويض باش يترشح، يعني يقعد نائب رئيس الاتحاد العربي، ويدراسل لهم وقال لهم لا احنا هذا ما يمثلناش وصيد. الاتحاد العربي استدار داره لليوم رئيس شرفي، دايرينو رئيس شرفي، داروه رئيس شرفي. زيد وين كانوا غادي يديروه رئيس شرفي في الاتحاد الافريقي لكرة القدم انا ذاك، ما بقاوش يديروا عيسى حياته، داروا الحاج محمد هو الاول، يعني لاج ومنا ويساعدهم ويعطيهم قوانين وبزاف صوالح. راسل لهنايا باش يعطوه التفويض ما بغاش، هذا زاتشي. وزاد راسل الاتحاد الافريقي قال لهم قلعوا لنا ذوك 64 يعني موظف، 64 موظف زائد 12 رئيس هيئه، قلع حمص يوزاتشي. واه حنا هذا اللي غادي نعاودو نقولو ان شاء الله بربي، درجة بدرجة ما نتقلقو ما والو، حبة حبة.
وستنظم انتخابات الهيئة القرية يوم 12 من مارس العام 2025 بالعاصمة المصرية القاهرة، وهو الموعد الذي يطمح فيه رئيس الفاف للعودة إلى الواجهة الإفريقية. وسبق لوالي تصادي أن كان عضو في لجنة التنسيق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في عهد الرئيس السابق للهيئة الفاف السيد الحاج محمد راوراوا. قال لك وين خدم هذا صادي؟ وين خدم؟ خدم كان عضو في لجنة التنسيق للاتحاد الإفريقي، وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السابق جايد عبد الوهاب زويزف قد فشل العام الماضي في الحصول على عضوية المكتب الفيدرالي، وخسر زويزف في الرهان أمام منافسه رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم السلماني الذي حصد 38 صوت في تلك الانتخابات مقابل 15 صوت لممثل الهيئة الكروية الجزائرية. وبعد الفشل زويزف لصالح منافسه الليبي حصد عبد الحكيم السلماني مقعد في المكتب التنفيذي لهيئة الكاف كعضو ثاني عن الاتحاد شمال إفريقي بعد رئيس الجامعة التونسية للعبة وديع الجريء. حنا المهم وين وديع الجريء؟ راه في الحبس. سلماني قدم الإقالة تاعو من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. كاين بزاف صوالا إيجابيات، وإن شاء الله نكونوا هنايا كما يقول لك نكونوا في الموعد. بعد ما غايا لوراي وين أعلن رئيس الاتحاد كرة القدم الليبي عبد الحكيم السلماني استقالته من منصبه يوم الأحد بعد نهاية اجتماع العادي مع الأندية، وبعد أيام من الضغط عليه لترك مكانه لغيره، خاصة بعد خيبات الكبيرة الكثيرة والتي سجلها المنتخب وتغيير نظام الدور الليبي برفع عدد الأندية إلى 36 نادي، وهو ما دفع بعض الفرق إلى احتجاج والمقاطعة. ونقلت وسائل إعلامية الليبية تصريحات سلماني والذي بدا متأثر لحظة إعلان قراره، إذ أكد أنه لا يريد أن يكون جزء من الفشل والذي تتخبط فيه الكرة الليبية، مضيف أود تقديم إعفائي من منصب رئيس اتحاد كرة القدم الليبي. سامحوني أنا إن أخطأنا، وأطلب منكم أن تقدروا الظروف التي عملنا فيها، لا نريد أن نكون جزء من الفشل كرة الليبية أو الانقسام في الشارع الرياضي كما استغل فرصة. أتمنى توفيق للمنتخب والأجيال القادمة. وجاء قرار سلماني بعد ضغوطات كثيرة وخيبات في الفترة الأخيرة، من بينها اقتراب المنتخب الليبي من الإقصاء والغياب عن بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وتغيير نظام الدور الليبي وسط رفض الأندية ومشجعي النظر لاستحالة استكمال المنافسة في وقتها المحدد، وأيضا تصريحات النجم المنتخب المعتزل معتصم بالله المصراتي الذي كشف عن حدوث تجاوزات إدارية كثيرة عندما كان لعاب دولي وإهمال غير مسبوق عاشه اللاعبين. وقاد سلماني كرة القدم الليبية طيلة 5 سنوات كاملة ولم تشهد عهدته نجاحات تذكر، بل حملت إقصاءات متتالية من المنافسة القارية والعالمية، كما تولى مهام رئيس الاتحاد شمال إفريقيا لفترة وهو الذي كان حاكم دولي سابق، وأدار نهائي دور أبطال إفريقيا عام 2022 بمدينة دار البيضاء المغربية، إضافة إلى لقاء كأس العالم للشباب 2001 في الأرجنتين واللقاءين خلال كأس أمم إفريقيا 2004. يعني ومن المرتقب إجراء انتخابات مبكرة لاختيار رئيس جديد لاتحاد كرة القدم لسد الفراغ الإداري على أن يفتح مجلس إدارة اتحاد باب أمام مرشحين قريبا لكي يقدم الراغبين في خلافة سلماني ملفاتهم، يعني فيما تأمل الجماهير الليبية أن يكون مستقبل أفضل مع الرئيس كوب بعد تراجع كبير لمنتخبهم وأنديتهم في القارة الإفريقية، رغم العمل الذي بشرته السلطة الرياضية للنهوض باللعبة الشعبية في البلاد منذ أشهر. هذه يا خويا وين قال لك سألي مولكم حنا أدروك عوسو نحوسوا واش يكون المنتخب، علي واش غادي نحوسوا على كما يقول لك والي صادي يا اخويا.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.